الحمد لله على كل حال، بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كسر ظهرنا والله، كسر ظهرنا والله، كسر ظهرنا. تلاقي العجائق خنس، لا أب ولا أب. والله مشي أمور العيلي، والله والله العظيم مشي أمور العيلي. أنا ذاتي قرايبيني القرايبين راحوا 12 شخص، الحمد لله رب العالمين. أمي لهلق تحت الأنقاض محسن طالعة، أخويك وعم طالعه هلق، أخوي الثاني كمان لسه ما طلع من تحت الأنقاض. عنا ولدين لأخويا الكبير، وولدين أنا سحبتهم عايشين الحمد لله رب العالمين، وعندي أختي وجوزة وأربع أطفال والحمد لله رب العالمين. عائلتي أولادي وأولادها يعني أسري بعدهم تحت الأنقاض، ما في حدا يساعدهم، ما في آلات، ما في ولا شيء، إمكانات ولا شيء. أولاد عم نسمع أصوات اللي بعدهم أحياء، بس ما في شيء يطلعوا، ما في حدا يطلعوا، ما في آلات. نناشد كل الدول، نناشد الإنسانية يجوا يساعدونا، يا مصيبة وقعت علينا. نحن نناشد الدول، كل من عنده إنسانية، كل من عنده دم يتحرك، كل من عنده ضمير يساعدنا. ما عندنا إمكانية، إحنا أطفالنا نسواننا شيابنا كلها تحت الأنقاض، نحن كارثة. كل طوابق نازلة فوق الأرض بشهر وثلاث شهور ما نطالعنا الميتين. نحن كارثة كارثة، وما بي عندنا إمكانيات شيء. حسبي الله ونعم الوكيل.